نعم، هذه رأت في المنام كأن 3 رجال بخرون شقتها، ورأت أخت زوجها المتوفية كأن وجهها جميل. هذه ما عليها خلاف، المتوفية بهذا المنظر إن شاء الله تكون مرتاحة في قبرها، لقوله تبارك وتعالى: فأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أما بالنسبة للرجال هذول، إن كان في مجال تحملين، قد تحملين بـ3 أولاد، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. معنا ترك